بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اما بعد شيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هوارد خذ جهين رب العالمين رب العالمين قل نهت مهمية بغفرينت مهمية داخلي وي بحشت بكت أو بحشتة وعدم بهات يا كرن يا ربي يا إلهي تمال قلبه عليه الصلاة والسلام داخلي فردوسة بلند بكي يا ربي تمشف دنيا در إلا سر سرفراس فراس يا ربي يا إلهي أو رجر رشد بن تريت مسبيكي اللهم آمين آمين يا رب العالمين خشكو برايت رزدار جل اكتشفان رجاء لسر كمالاتي كومالاتي ودشني كابتا بحس وكولين وهر افت ايت ايتو دبارت بتو دهبارت بت سر اختلافكا دير ودريش يا علماء السر مولودا صلى الله عليه وسلم بونا باشترين مروف الهمي جهانا جبر هند خوش کو عزيز مفرد في جاره اگر خود حس کت هند جه بحث هندك علماء طبعا ما ان دائما دائما رزل کو دو جدا ام رزل زانا بگیرن او زانا بیجن او زانا بیجن او زانا بیجن نينا او جبر هندک اگر وقت خلاتي تدابه بجنينه او زناه اد بجنيا هاي اجبروان باشي و قنجي تدابه تكرنه بجنيا الفير زانا اكر ام آيات السربين وأكر ام احادث السربين و ام بچن هميدا مال طبعا هر اك كدليل ياهاي دليل آيا إينن بل افروك واقع ما اف واقع ام تيدار جلک آفرم خوزیک آشقی را خودی را امهمی متفق ببان السر هندی هندریک مدینه بانه ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیشا همی جهان دا با منیشا همی مجتمع دا با ما نیشا خدا با آوی بو طلبت خو بو مالت خو بو جیرانت خو بو همی کسا بوانا بو گوتبا که چوان صحابه سیرت و صحابه پیغ... خود سیرت پیغمبری صلی الله علیه و سلم که چوان قرآن نیشاد زارو نشاد در و صحابه سیرت نیشاد دا جبرهند بسلمان درزدار ام جاری بین سحکنه او دی بین دین برچاوید خواه کجا فیدید چندن کجا اکا همش ملکی دی سحکنه و هر فیده کی مگود کچه ضرار تیده دا امان زراراجی دمائی که دا یان محاضره اکادی دست دس نشان بکن جبرهند خشکو برایت عزیز بونا پیغمبری صلی الله علیه وسلم نوک بونا مروفک عادیه بونا پیغمبری صلی الله علیه وسلم بونا رحمت للعالمین بونا پیغمبری صلی الله علیه وسلم هاتناوی خود تعالی مدحت وید کرین وام هندي بن في عليه الصلاه والسلام ام نشن ومدحت أود اوت تعالى وصحابيه وتابعية وعلماء حتى في سردمي بحث ابي في غنبري هاو نبي في عليه الصلاه والسلام بس قالك جارا مخابني و بمخابني مخاب نيفا عندك مروف دي ان حاشا حاشا حتى ما يقولي بي دي إنت بيجن هكر إقبالك الجراق ساكن، يان إقبالك حتى حاشا بعسى مشروبي ويخورني بكت، يان إقبالك حتى بكتب خلات دا قد بيجت بو يشترى كوا الصاحكرنا مولدها في غنبري بكت عليه الصلاة والسلام. دي معناه تو الفير الثب ابن كثيري تو سب يعني فن علمائهم مياد توی سب با گل گل اگوان که اوز چوی درست که امام سیوتی و یعنی انشالله ده ناوت این توی تاوی جوان همی ها به جوان ها و فلان خلطی کروا بو چه بی و مولود پیغمبری صلی اللہ علیه وسلم ده گل کتب خدا درست کری مش برهند خوشکو براید عزیز گل اک زانا اوی آیاتی اتکن دلیل سرسی تشتا و گل سر تشتا بس أكرم ساكنيه وارسي تشتت جيجرتين هكر قرآنه أه؟ آ أكر إسلامه وهكر هاتنا في صلى الله عليه وسلم أذا أذكر دليل دلیل هاتنا عليه صلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا رب العالمين عز وجل قرآن بيرزده كرامتك يا محمد تبي جوانا صلى الله عليه وسلم تبي جوانا هين يعني بفضل خد تعالى او كرم ونعمت رب العالمين الجل وكريم هكر هاتنا قرانيا هكر دانا ويا بو الدين هندي مبارك واسلاما وبهاتنا بيغمبرك صلى الله عليه وسلم شنكو وما ارسلناك الا رحمه للعالمين إشبر هندي خشكو برايد عزيز هكر ازب قرآن كيف ببم قرآن ابو محمدی هاتی صلی الله علیه و سلم هکر از اسلام کیف خوش ببم دین اسلام دین همی پیغمبرانه و هکر از جارک ایمان آخوای کیف خوش ببم سبب هدایت و ایمان منو هاتنا قرآن راست خود تعالی فرکری کری بس یبو محمدی علیه صلاة و السلام فری کری اشبر خوشکو برایت رزدار بینرد عزیزم اشكي معاويه كور يزيدي اد جارك تجاركي جاره ام ناف صحابه نشتي بين بيش ما باري پیغمبر هات صلى الله عليه وسلم قلت ما حينت بيجنل وير حينت كن قلت ما قلت يا رسول الله والله ام بحث نعمت رب العالمين دكنه هاتنا پیغمبر كي بوما صلى الله عليه وسلم هاتنا دينك هنديه بيروس

جبريل عليه السلام يهات يدف من قوتي او كوما صحابة هر دفوانا و مزقينية بدوانا هر في مزقينية بدوانا ما دم او رنشتنا و كم رمنينا أو اسلاما صلى الله عليه وسلم تكن بجيء رب العالمين يتنف ملايكة مدحت كوما واتكن فإذا خشكوا براد عزيز او علماء في حديث دليل السرحاتنا پیغمبري روجابونا پیغمبري عليه الصلاه والسلام اوه تعالمك عالمکه بكي او و تو عالمکه بینی الصلاه والسلام نشوانا بدي بدی اف حدیثکه و گوهاستیام و عزيز کو براد عزیز و امام احمد نسائی طبراني وبيحقي طبعا اف حدیثا نمش بن کفشه خو چکریام دل جه کم ببی با هکر تو هزار با کم کی با هکر ده هزار با کی با هکر تو بیل سر مکرفونه و بحث پیغمبری و روشت پیغمبری و اخلاق پیغمبری بکی علیه الصلاة والسلام اواد چند دابوتا یا خیر بتو یا برکات بتو و رب العالمین بو پیغمبری فریکت علیه الصلاة والسلام جبریلی و بشت خود تعالیت ناف مجلس که گلش مجلس و یا قویت و خیر و پتره کو ملاکات خود تعالی یه بحثی کرد. اش بر هنده حتی هنده علماء رجبونا پیغمبری و ساختر ناوی او. یعنی اعتفال پی عالم کم کردن اش بر حدیثا هنده که هنده زانا احترام بر رعیوانا جید که سنت. بس اود بیشن اود چن سنته؟ سنت تغریریه یعنی اوه یا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سروان صحابه هل من عوانا نكري نغوتي ان بوچي كوم بينا و بوچي بحثي هاتنا پیغمبری صلى الله عليه وسلم و نعمت اسلام اتكن اشبر هندك زانا اتديم الذير اتكنا افتشت تيدات اينا بتعاك يعني تشتك يجديد زيده بلد همان دم دا حسنه اذا اوه قنجی و بون منام، إمام السيوطي، إش إبن حجر أسقلاني، خد التعالى، جرازيبت، غادكو هيزت، أذاجي كود كتابك، إش كتابت خوذة، إد كو آد طحاوي للفتاوى، أذا البر، إش صدو هاشتي وهشتي، أذابو ما غادكو هيزت بجد بيتعاكا حسنايا، هاكا بأمرية، خد التعالى، تيدانايتا تني هاري كاري، وباشي، و تشتي دابينها كرني، و يعني على أنكرنا، سيرته في صلى الله عليه وسلم بحث نعمة إسلامي بحث نعمة قرآن بحث هاتنا پیغمبری بحث بحس بونا پیغمبری في رحمة للعالمين إنك على خلق عظيم ب بحس هم بجد جل جل كم طبعا افا ما قلت إمام السيوطي إش ابن حجر الأسقلاني فدجه زاد ات كتاب هذا أدبر بره صدوهشت هشتي دا بر هند خوش کو عزیز ام گلق جارا منگوت یعنی مخابنی وده دی بیشم یعنی هندک جارا د این فلان کسی فلان دولت فاطمیه و درسکر فلان کسی فلان دولت دا دا, دا مثلا او جیبن بخوام هندك امام دينو وان شولا بکن. اصلا برايت رزدار كشوه هندي مشوي طائفه عاجسنينه

أم ذي ذي حكم دين صار خلك كيهامية بوشي بوشي عمر بن خطاب ده ترايح رايح في صلى الله عليه وسلم باش عمري زفران دنا في جمعة ب في صار أمته گلا گلا گران نبت باشتهين قد خلاف عمر دا زفران دنا جماعت و وامام دا براي قوتي عمري قوتي اوا يعني باشترين بدعيا اوا نعمتك أف بدعها هي كلمه بدعوت عقود بيت يعني تشتك زيدا. بيت بيضع... پیغمبر يقول صلى الله عليه وسلم الصجر وصجر فتر توبتكم بوشاكت بكي هزار جار اه بيت في پیغمبري صجا و صجا تاكر هزار پیغمبري يعني هر تشتكي كلمه بيت عهات تشتكي زيدا. جبراندي جماعات الرزدار ام باش مفهوم بيت عبزانن ام دي مسألة بدعية شو كابوتشي شي فلان تش بدعة وفلان نبدعة اول جار اف اف مولودة رجبونا بيغمبري صلى الله عليه وسلم كري افابيكو اه اكد بجني عمر بن محمد هذا ميسل هاتا كنه صالح الصالح بي مروفك جلق جامر بي ابن دين بي الباجر نينوى جاري ام بينش سلطانا اش اوان كري سلطان ادكري سلطان مظفر هوليري جاري خوش كبرات عزيز اف سلطان مظفران جالك جاره بروجي جوهمل كابراكي بي خواب مزنكي تياركي زانت خواب مزنكي يعني منهجكي مزنو مذهبكي ما مزن ظنت دانت. اه تدبيجت كي اف موليده درس كريا اش سلطانا سلطان مظفر يا هوليري اكر مقو سلطان وانا انت دجان سلطان شا يعني كانه بقيمه يعني كانه سلطان بوش اكر سلطان وي سردمي ام بحث تشاكيت أذي ادي سلطان مظفريكن ام دي بحث تشاكيت ملك تاجيكن او باري شانط روجا كتا هنت ويكرن بل كي تا جلا جرا حاشا يد پیغمبري جينكرينا صلى الله عليه وسلم مروفك عادل مروفك نزاع عقيدة فارزد مروفك يهوصا شنكو أفروك هر سجنة ويساكة تجي علماء البشفشا و علماء تقولين راقصة حجازة أفان عربادة نين حجازة أفتشت خراب الحجازه نبن دي خلق في خلت في مسألة هذا همية بشفشا و, و أمر جدينا سروانا أفاي آن سلطان مظفر وقت تبعث سلطان و كي تو بسیتی و بچکاهی بحث سلطان مظافر کی؟ تو با چی بحثی وی ناکی؟ اوه، اوه، او ملیارات دولارا با عالم تنهر تو انقلابا و عالم سحرا و عالم دشتا و عالم ساحت کجا تو با بحثی وی ناکی؟ او ببه یا چونکو تو شوهر جد خویادی جد خویادی جد خویش برنده هشچار من بحثی وی نکن اواها ببه یا اش خوشکو برایت عزیز گلکا مهمم ام بزان انجوري اف سلطان مظفره يهاتي طبعا سلطانك يهاتي بلكي اذي يعني بخلال جلك جلال صاله اسلام بالريفابري حكم وحكم العالم ككري اذي يهاتي مولد وبيغمبري صلى الله عليه وسلم يا كري لديف نصوصة شريعتي ونصوصة اسلامي وجدر نكتيا هر تشتكي بكون جتل نصوصه أفيا طبيعية في بدعها بدع بتعا حسنات بجنبي هرجاوا كان نكون جت الجل وأنا أفا بضد شريعة الإسلام مثلا بنمونا هندك تش عصاصياتا معقولين أفريكا أما ما يصدر كونت إيمان وإسلام هين هندك مذهب الديت شيعوانا يذكرين أجلك ركن أمزانا فبيت مثلا إجبت أفروكان بينش نفيش أو بكتشاش نفيش افابیت عیا یا اون کمتر بگید افابیت عیا یا اون هی و رمضان ما چی از زمستان داریم بخواد گرم پاش از رمضان نگرم اوه کن گیاد رسته باشه اگر ارتش تکی پیغمبری نکرد بر علی صلوات و سلام از تو افرو کبین با واقع ما یا فر بیت کردن افابیت عیا بونمون قرآن هریکل سر جلدابی و سر برابی و سر سر قدر دارابی و هریکل درکیم هم نیهات کم و تسلیم حفصای کرو او بیاش دو پیغمبری صلی الله علیه و سلم هاتیا ورگرتن و او چند لغت ات هات خواندن و کلمات عربی الجلیک همی اینان السر عربیه که بتن دینان هر پیغمبری نگوت یا که صلی الله علیه و سلم هکات بیج اوا خلافات راشدن ود ام گونه گهداری بکن باشه روکه اجتهاد علمان هندك تجارات الدركتين وعالمك واتكت اكر علماء سردم نئينن قياس الجل هندك تشتابكن تو ديفان همي وبيت يعني دي اي ابن كثيري صيوتي بيهقي امام أحمدي يدي ويدي ويدي وحتى جهتا سلطان مظفر دي, دي همي في بدعي كي حاشا يعني اذا كان جيا درستا ازو تحكمي الفيري بكنو هرچند ام تشتكي اش اذين زاننجي باشا كي متحد كي متحد السلطان مظفر يتكاد امام السيوطي كتبه خدا و امام ابن كثير اذ بيجت افاهم سلطانكي يعني بحث سلطان يتكاد بحث سلطان يتكاد بيجت مروفك حفظ صفات دتا سلطان مظفر كي اوان حفظ صفات دتا ابن كثير وشكو براي عزيز ابن كثير اي ايكي بكت

تبي بی أكر اگر ام بحثه دو ماهی كلمه یا هفته گوتی عدالت بی چه عدالت ها بی؟ دو بحث تو الامر تو مزنت تا چه عدالت ما گوت اختلاف هاي ام احتراف وريزل ریزل رعیه تشید بس تشی يعني احتراف و ریزه و تقدیر رعیه وان أو علماء ديجا وتلتف قرآن بود حاضر بنا تلدف قرآن خندب دا بيجن تهرش علي بيدك دسبي يعني شنيك تبي رعي خبص يو... يوانا بيخي بحس عدالة يبكن. بكن رحمة فجينا سلطان مظفر بي صلاح صلاح الدين الأيوبي بحس بيدك تبيش والله دشداشةك البر بي باي بنش درهم أبيهند قماشك ارزان بي گوتي من گوتي يا سلطان تو بوچی لباس اکی لاؤنا کیا برخوا ما تو وصایب عدالتی و تو هند عالم تیرد کی و تو هند شولد باشد وکیرین عالم اکل بردست تا یا تیرد خود افرو که توی چی جیهاده و توی گل اک شولد باشد کی بوچی پنج در همه گو قو گوتی یا رحمه گوتی مش بر هنده یا اوی از بدم بلباس و از پی بجنا خلاو کم نخیر از ده هندک زکت هجارا پی کم بو من گل گل اک از بلباس مزنا و فلانا بیم مقابلی عالمه که بلا دجداش پنج در همه بتا بلای عالمه عالم اکی شیم اللہ سحک عدالت اوی ده هر سحک عدالت غیری افرو کم اوی تو بود دا هول که لید که اول چی در دی دا چواد جینو خلک کی دی هفت هشت هزار گند وگاوت دولت توانا دا ادبه که كهربن و بنو که هر بنی ناو به خواست هاتم بخواد گوشتی زانی عدالت آوانا گهشتی کیره سلطان مزافر یک شوانا بیه طبعا جل مال السرف قیرو جارا سلطان مزافر یک شوانا بی طبعا یت همان دمان دا همان دماندا دا مولود پیغمبری صلی الله علیه و سلم روزش بناوی جلک و جلک مزنت راجر چد دا فقیر و جارات اوی رو اوی اوید گوتی دا عالم اش پیغمبری دیر نکفت علیه صلاة و سلام وقتی از خیره که که مستنا که دا او بزانن اوه هر زورد و هدایت آمنو حتی از گهشتی موی درجه از واخیرات کم هر فضل پیغمبری صلی الله علیه و سلم سرمن پینچ هزار سرد حیوانتا اش جانگا و چلا و پازی و بزنا سر کردن کرن بو فقیر و جارا رو جابونا پیغمبری دا صلی اللہ علیہ وسلم ده هزار مریش کت اینان سر جد كرن سر فقیر و جارا و عالم لگوت کردن ست هزار سینی که معونت خوارنه السر هجارا بلابت کردن باشه سه هزار گلا سه هزار سینی که شرینایی السر خلق کی بلابت کرن سي, سط سي سط هزار دينار ات روج بونا بيغن بردا صلى الله عليه وسلم ات مزاختن وصرفت كرن صرعالمي سط هزار يعني ها صالانا سط هزار هجر ات واتكرنا خدان اه يعني هرتش لاكي دوبينيت وانتشركوب محتاج بو دوبينيت كرنو احتاجت وانت قت دن سلطان مظفري بر اگر ام باش زرد خواته دا بکن هنده خوارن هنده تشت و هنده مال بلا نبس اف تشت تنید کرد. چار جه بو نخوشت دائمین نخوشت مزمن و اوی منخوشت وانا چار جهت مزم بو وانا وکر بین عالمت اینا اوید کو دائما ایش یا بردوام دشم با و پیشم با سرادانت وانات کرن همیل هم سر حساب اوت این آنو درمانت که نو درمان داوانا درمانت وی سردمی ات همان دم دا هر دشم بو باجی ات چو سرادانا وانات کرد سلطان مزفری طبعا او روژا کو جهاد دا الشر حطین وقت مسلمان گل و گلک یعنی هات نه و بسلمانا یعنی پشوهاتنو ما نو عشکستن اگوی کت یه مایت میدان دا کی سلطان مظفر بی او تقیه الدین اوانا جپنه برده و گازی به سلمان کر حتی جارکادی کافرش خشکو عزیز اوانا گله گله که کری اسلام اسلامه اوان گله که کری ترابی همو هکم گو سلطان این زانن که یعنی بچکایی وی سحکی مروه که حوصا او خطره که گله که مازنه هکر ام بین سحکنه اوید هم دو ببختی ها دو بوهتان ها دو الظلم ظلم الوانات أفت موليد درس سلطان مزفري يا سلطان مزفري جهاد ورب العالمين قرآن دا چد بيجد قرآن دا بحسيوانات كد صورة عن كبود آيات الشيستونة چد بيجد والذين جاهدوا بريخوا دي فينا لا يهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين رب العالمين عز وجل ما تحتوانات ev ê chاdê dkن rêka xwedê tala da bmana ê medحên sulطان mzefryêdkiرین rێka rast bێn emê nیşawadn eوê chاdê dkن eve rێka nیşا dayî ya dی t ê seba hedیsa pیembeرê dke lیه اللاة ولسلام تتشحكر عدالة السلطان مزافري تتشحكر عدالة وي باش حفنا وعتم ليش نبن سيبر عرش خود تعالى إكشونا إمام عادل إمام عادل ما أفنى مصنع عدالات بي وعالم ميب خدانت كرد تروج أبونا دا صلى الله عليه وسلم أفركت تبي بوفيه معناه تثبو حديثة في عليه الصلاة والسلام إشبر موضوع دي بدو طبعا جالك وما إشبر نبونا وقتي هكرت بيجي إلا ام هم می روزال سر تلویزیون و تلویزیونی و سر و رادیوی یه بحث باب قاسم این علی صلوات و سلام ترجابون ایجاد بحث کن ترجابون ایجاد دا هم دهم علاقا عیال مبزاند بوچی سر سال دید زان و چبونینه بوچی بونا پیغمبریم علی صلوات و سلام نزانن جبرهند خشکو برایت عزیز بجدی وارگرن گلک لوهر نافدا و خیر و خیرات دا بکن و گهداری یا کسی نکن الحمد دعاش خدي تعال رب العالمين شفاعة محمد عليه الصلاه والسلام باخره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته